مصر لا يصح إلا الصحيح، وها هي رسالة استغاثة يطلقونها أهل عزبة حمدي شبراخيت أوريس بمحافظة البحيرة، والذين يعلمون أن استغاثتهم ستجد تلبية سريعة من المسؤولين، إلا أنهم أصروا على البوح بهذه المشكلة حتى يراها المعنيين بالأمر. المحاول بتاع الكهرباء ده بيشكل خطر كبير هنا على أطفالنا، وفي الشتاء بنوقفه عليه حارس عشان الأطفال الصغيرة ما تروحش تتكهرب منه، بيعمل ماس كهربي في الشتاء وبيسقط على أطفال نار، فاحنا مش عارفين نعمله ايه. احنا بنطالب بس السادة المسؤولين وبنشيتهم انهم يغطوا السلك، المسافة قصيرة كلك 200 متر، احنا عايزينهم يغطوا ال 200 متر دول، يدفنوا تحت الارض من العمود للعمود تحت الارض عشان يحمينا من الخطر بتاعه ويحمي اطفالنا من اخطار. بيتنا قصاد السلك على طوله، زي ما انت شايفاه كده قصاد السلك على طوله، فبنزل نار علينا بالشتاء يفرقع وينزل نار علينا. دول الثلاث شمعات دهم ببوا مولعين، دهم ببوا مولعين وبيحدفوا نار علينا، والسلك الارضي بيبقى والع بيولع برضه، بيولع حواليه كده. اشتكينا كذا مره ولا حد بيسمعنا ولا حد بيستند لكلامنا في اي حاجه خالص. برضه السلك ده اللي هو بتاع الطير العادي ده بتسيب رخي على الجامع، بيبقى طلع شرار، الناس بتسيب الجامع وتطلع جاري من ايه؟ من الشعاع اللي بيطلع من ال من 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 ضرب الكهرباء فوق ظهر الجامع. احنا مشكلتنا بقى ان التيار العالي الكهرباء اللي احنا شايفينها دي بتمر من فوق الجامع، قسم الجامع نصين. الطريق اللي احنا واقفين فيه ده او الشارع ده الشارع الوحيد المؤدي للمسجد وللمقابر اللي موجوده ورا المسجد. طبعا لما بيبقى في حاله دفن في الجامع الناس بتبقى كتيره، الجامع بياخدش، الشارع ده كله بتملي ناس بتصلي فيه. بنخاف احنا او بنخاف ان تحصل كارثه او مصيبه او يعني التيار العالي ده ممكن تجيب شويه هواء زعابيب من اللي بتقوم فيها الموجه بتاعه الهواء والعواصف دي ممكن توجع سلك على الناس دي. ازاي جامعه زي ده دخل الاوجاف؟ انت طالما جامعه زي ده دخلته الاوجاف بناء على ايه؟ وانت عارف ان التيار العالي لازم يكون بينه وبين اي حاجه 7 متر، هنا ما يعديش متر ونص. الناس دي يا فندم بينزل ميه الشتاء فوق الجامع ده بيتصدع من فوق، استحاله تطلع تنضفي ميه الشتاء، اللي هيطلع هيتكهرب يموت. طلع له احلال وتجديد، طلع له فلوس، الفلوس دي كان لم تكن. الاوقات بتقول ماليش دعوه، الكهرباء بتقول ماليش دعوه، تفرق دمه بين القبائل. الصلاه اللي هنساله فيه يوم الاخر نصلي في البيوت، نبي نفسنا نصلي زي ايها بدينا. يعني بروح عند ولادي في اسكندريه الاقي جوامع مبنيه للرجال وعلى والحري، في شبرخيط برضه كميس، فبتمنى منكم اللي تبنوا لنا ايه؟ دور تاني. والسلك دي يندفن عشان احفادي، احفادي هنا بيلعبوا في الشارع، ببقى مسافره وقلقان عليهم. ادي كل اللي احنا نطلبه منكم والله مش اكتر. استغاثات بالجمله تبحث عن رد عاجل وحل عادل يوفر حياة آمنة من أخطار المحول الكهربائي وأسلاك الضغط العالي اللذان يهددان حياة المواطنين. نرمين المغربي، 90 دقيقة، قناة المحور.